حنا كنلتمسوا من هذا البرنامج اولا على هذا الملف ديال الروموندي، سيدنا صاحب الجلاله هو رئيس المجلس الاعلى للقضاء باش ياخذوا بيديه، لان فيه محامون خداو شقق وكانوا كينوبوا ضد الضحايا. هادشي خطير السي متسق، انا عندي الوثائق ما كنتكلمش انا، وكنقول لهم انا مستعد للمواجهه اكثر من هادشي. نعم، بعقود ديال كاين محامي يلا فرغ الاستاذ الطاهري هذه 4 شهور استاذ غوتريتي من روموندي واخذ 3 شقق. نعم، وانتم عندكم الوثائق والتجئتوا للقضاء في هذا الملف. هذا الشراء ساله البحث، راه هو عند النيابه العامه قيد دراسه. امتى غادي يمشي عند قاضي التحقيق؟ كنتمناو نسمعوا اخبار مزيانه ويخرج هذا الشيء للعلن. طيب